بين الحدث لحظة وقوعه. تابع معكم هذه الصور خلف مبنى شادي إبدو وكبنى تداعياته. باريس تنشر مزيدا من قوات الأمن تداعيات الهجوم على صحيفة شارلي إبدو. ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك؟ حشود تصل باتجاه ساحة لا ريبوبليك. أغلبية قوية تشارك في هذه المظاهرة. أسباب سياسية أم أمنية؟ لكن للحدث تبعات أخرى. Regardez-moi ça, on n'est plus chez nous, quoi. Ah bah oui, on n'est plus chez nous, voilà, voilà. C'est chez moi, madame, hein. Je suis française. وهذا أصحاب شارلي إبدو ما عندهمش ضمير، باسكو على بالهم الشيء اللي داروه راح يدوض النار. مسلمو فرنسا بعد أحداث شارلي إبدو في عنقود على سكاي نيوز عربية.